ومشاهدينا احنا في النهايه بفكركم بحملتنا ستر وغطا لتوزيع البطاطين والملابس على المحتاجين. ربنا يكرم كل اللي بيشتغل لله وفي الخير وبيساعد الناس ويخفف عنهم البرد اللي احنا فيه عن طريق مثلا بطانيه او لبس. وهنشوف دلوقتي مع بعض تقرير عن توزيع البطاطين بالتعاون مع شركائنا في الخير بنك الكساء ومؤسسه دنيا جديده. زي ده صاحب مرض عنده تنشيف في مخه، ولا ما يجيب لي قرش من بره ولا ما يجيب لي حاجه، بس قاعد مراعيني ومراعي عيالي برضه. وانا محتاج عندي بيت كنت مستلمه بهمتين بحتهم، جبت بهم بنات بهم بيتي بس، وعندي فوق والمبني ومنظره مش معقول. عندي 4 ولد و5 بنات 9، وانا ما عنديش حاجه ولا عرض ولا طيب. اصغرهم ها واقف ها ما عنديش، وعندي 3 بنات الكبار يعني، واثنين معاي بنات بنوت متجوزين 3، وقاعدين معاي 2 بنوت ومعاي 4 ولد، ولا حلتش اي حاجه غير كده على الله. زي ما انتم شايفين الحاله اللي احنا فيها كده، 6 نفار قاعدين في اوضه، وجوز يعني رد الحركات دي كده وتعبان يعني الصراحه عنده المراره، وكشف كده اللي عنده السكر يعني كده ما اعرفش. المهم زي ما انت شايفين الحاله اللي احنا فيها. الصراحه النطره يعني النطره كانت الشتاء اللي عادي كانت مغرقانه خالص، لجردة اللي احنا كنا يعني حاطين على السرير كده حاجات بنتلقى في المي، وكانت تعبانه يعني ما اقولكش يعني كانت حاجه صعبه. احنا النهارده موجودين في برضو قريه المعبده في عزبه محمد خليل وفي العوامه، وزعنا على منطقتين 800 بطانيه من احسن البطاطين اللي بنستعملها كلنا في بيوتنا. احنا راعينا ان المواطن الغلبان او المحتاج محتاج ان هو بطانيه معاه تبقى ادميه زي اللي بنستعمله في بيوتنا، بنستعمله وبندهولهم. وما شاء الله يعني زي ما حضرتك شايف الاقبال ازاي، حبينا ان احنا نحسسهم ان احنا موجودين معاهم، مش هنستنى لغايه لما الدنيا تسقع قوي وبعد كده نبتدي ننزل بطاطين. احنا النهارده في قريه المعبده مركز ابانوب محافظه اسيوط، جايين في حمله توزيع بطاطين على بنقي افقر القرى في الجمهوريه، وان شاء الله دي بدايه لينا، وهنحاول ان احنا ان شاء الله هنتوسع على قد ما نقدر ان شاء الله نغطي يمكن معظم محافظات الجمهوريه ان شاء الله. وبدايه لينا النهارده ان شاء الله في القريه ديت، والحمله طبعا برعايه قناه النهار مؤسسه دنيا جديده وبالتعاون مع بنك الكساء المصري. دنيا جديدة وقناة النهار عايزين نعمل حملة نغطي بيها كل المحافظات، يعني لو كنا بنطلع مرة في الشهر لا نطلع 2 و3. وطبعا يعني من خلال البرنامج بتاعكم بنناشد رجال الأعمال إن هم يتكفلوا بقرية، يعني رجل الأعمال يقول أنا هدخل القرية دي أخلص على كل الاحتياجات الأساسية اللي فيها.
سواء كان ملابس، بطاطين، كرتونة بنك الطعام، قافلة شفا، بناء أسقف، ندخل مواسير مية، نعمل صرف صحي، يعني نحاول على قد ما نقدر ان احنا نغطي الاحتياجات الاساسيه بتاعت كل قريه. ان شاء الله احنا في الحملات اللي هنعلن عنها هنقول اذا كنت تقدر تجي لنا لحد المؤسسه اهلا وسهلا بيك، مش هتقدر احنا هنجي لك لحد عندك، ونقبل تبرعات نقديه وعينيه ان شاء الله، وعشان في النهايه الهدف كله ان احنا نساعد الناس كلها.